بسم الله، الحمد لله في المنطلق، والصلاة والسلام على من بعثه الله بإقرأ باسم ربك الذي خلق. أيها الفاضل حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من اللقاء عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. نجري اللقاء على بينة لنبين دورنا، هويتنا، إنيتنا في التاريخ، لنثبت ذلك في الحاضر، ولنسجل لأجيال قادمة وجهة نظر عن هوياتنا وعلاقاتنا بنا في هذا التاريخ الطويل. أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد الذي سيكون بحول الله تحت عنوان الجزائر في تاريخ المسلمين، المدينة والدولة. أسعد أيها الأفاضل في هذا العدد بأستاذنا الباحث والكاتب أستاذنا محمد صغير بالإعلام. أستاذنا محمد صغير، أهلا بك. أهلا بك يا أستاذ أحمد وبالإخوة الأساتذة الدكاترة، ونرجو أن نكون عند حسن ظنك وظن المشاهد. الله يخليك، شكرا جزيلا. أسعد أيها الأفاضل بمشاركة فاعلة الحقيقة بوجهة النظر بالتوجيه لأستاذنا الكبير المتخصص في التاريخ القديم أستاذنا محمد الهادي حارش. أستاذ محمد أهلا بك. شكرا لك على الدعوة. الله يخليك، شكرا لك، ربي يخليك ويبارك فيك. أسعد بأستاذنا الباحث والمترجم الأستاذ جمال راشدي. أستاذ جمال أهلا بك. أهلا بك أستاذ أحمد، وسعيد بوجودي بين هذه النخبة من الأساتذة، شكرا لك. الله يخليك، نحن الأسعد. كما أسعد أيها الأفاضل بأستاذنا الباحث في العقائد والأديان أستاذنا عبد الرحمن طيبي. أستاذ عبد الرحمن أهلا بك. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة، تحية لك وللسادة المشاهدين. الله يخليك. في هذا العدد الجزائر في تاريخ المسلمين المدينة والدولة نسأل: ما طبيعة اللقاء بين سكان شمال إفريقيا عموما والجزائريين خصوصا بالإسلام في التاريخ الوسيط؟ كيف أسس الجزائريون الدولة وابتنوا لأنفسهم المدن وأسسوا الموانئ وأداروا دفة الحياة باقتدار؟ من هم رجالنا في السياسة والثقافة والعلم؟ وكيف انبثقت الحضارة من أعمالهم؟ ثم بالنهاية ونحن في اللقاء، ألا يكفي لقاء عبد المؤمن بن علي الكومي في بجاية بابن تومرت، ولقاء محمد بن عبد الكريم المغيلي بسلطان كانو ليكون دليلا على أن لكل لقاء في تاريخنا المجيد هو مبعث ارتقاء؟ أهلا بكم في اللقاء. نذكر فقط أيها الأفاضل أن برنامجكم اللقاء سيكون فرصة لتسجيل التاريخ عبر النقاش للأجيال القادمة سمعيا بصريا، وفرصة أيضا للمساهمة بهذا النقاش في ما يهمنا من قضايا الحضارة والهوية وإثبات ذاتنا في التاريخ. محمد صغير بالإعلام، ما طبيعة اللقاء بين سكان شمال إفريقيا عموما والجزائريين خصوصا بالإسلام في التاريخ الوسيط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللقاء بين سكان شمال إفريقيا أو ما يسمى بالمغرب الإسلامي في التاريخ بالإسلام، يعني جرى كما جرت كل لقاءات التي قام بها المسلمون بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك وفود، هناك فتوحات، هناك غزوات، نحن نعرف ولو أنها الرسول تسمى غزوات ولكن هو لم يغزو، وإنما هو قام بطرد الظلم وبالدفاع عن الشعوب ضد المستعمرين، وخاصة ضد الذين استولوا على بلاد الإسلامية في تلك الفترة، إمبراطورية الفرس وإمبراطورية الرومان أو الروم. وذلك ما وقع علينا بعد أن تم للمسلمين فتح العراق وبلاد الشام ومصر في عهد عمر بن الخطاب، في عهد أول محاولة للاتصال بالإسلام بالدين الجديد بالسكان شمال إفريقيا في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الرابع، وما يسمى في التاريخ بغزوة العبادلة السبعة. العبادلة السبعة هذه مشهورة في التاريخ لأنه كلهم
اغلبيتهم من كبار الصحابه كلهم يحمل اسم عبد الله. صحيح. عبد الله بن ابي صرح اللي هو كان ولي مصر، عبد الله بن العباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن الخطاب، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن شهيد اخو اسمه جعفر، عبد الله بن جعفر بن ابي طالب. فهؤلاء الغزوة التي تسمى بغزوة العبادلة السبعة هي أول لقاء بين الإسلام وبين سكان هذا المغرب الأمازيغي، في التاريخ المغرب الإسلامي كما يسمى في التاريخ، أو المغرب أو شمال أفريقيا كما نسميها الأوسم. الغزوة هذه فيها حوالي 30,000 جندي من المسلمين، و وصلوا الى اسمها الدكتور صبيطلة في ليبيا في تونس، وكان فيها الحاكم الرومي، لانه يسمحوا لي بعرف مليح، لان الحقيقه المسلمين لم يحاربوا في البدايه سكان المغرب العربي او البربر او الامازيغ، كان حاربوا الروم، لان الاسلام مهمته هو طرد المستضمرين من البلاد. فكان حربهم الأول كان ضد هاروجس الذي كان في سبيطلة في ليبيا، وكان جيشه يعد بمئات ألف جندي. واستطاعت هذه الفئة 30,000 تتغلب هذه الجندي، وفرضت صلحا، وقدم هذا الحاكم الرومي جزية للمسلمين. هذه تقريبا أول اتصال بين سكان شمال أفريقيا وبين الإسلام. لكن بعد ذلك جاء عقبان بن نافع، سيدنا عقبان رحمه الله ورضي عنه، في الغزوة الأولى، لأن عقبان له غزوتان. الغزوة الأولى والتي فتح فيها القيروان، فتح تونس وأسس مدينة القيروان. في هذه الفترة غزوة لم يصل إلينا، يعني إلى ما يسمى بالمغرب الأوسط. ثم كما نعرف وقع ما وقع، فعزل عقبة وعين مكانه في قيادة الجيش المسلمين في فتح المغرب الإسلامي أو شمال أفريقيا أبو المهاجر دينار. فهو أبو المهاجر دينار هو أول من فتح من أدخل الإسلام إلى الجزائر، أبو المهاجر دينار، واتخذ عاصمة له مدينة ميلا، وما زال مسجده قائم الى يوم الناس، وهو يعتبر ثاني اقدم مسجد في شمال افريقيا بعد مسجد القيروان. اذا الان في احتكاك، هي الحقيقه لم تقع حرب بين السكان الاصليين والمسلمين، وانما وقع هناك حرب بين المحتلين لشمال افريقيا الروم وبين المسلمين. ثم بعد هذه الفترة وقعت بالفعل الإسلام دخل وصل إلى عندنا إلى الجزائر، والسكاننا بدأوا يلتمسون أو يكتشفون هذا، أجدادنا يكتشفون هذا الدين، يكتشفون طبيعة هؤلاء الفاتحين الجدد، فوجدهم ليسوا كبقية السابقين المحتلين السابقين الروم والرومان والوندال وغيرهم، فاستأنسوا بهم. ولكن في الفترة الثانية جاء عقبة مرة أخرى، سيدنا عقبة رحمه الله، وكان في هذا الوقت على المغرب على الجزائر خاصة ملك كسيلة الملك البربري، وكان ملكا في اسمه في أوراس الجبال في المنطقة الشرقية من الجزائر. كسيلة أسلم، ولكن وقعت بينه وبين نقولوا أكسل، لا أسلم هو بالتأكيد أكسل. ولكن الذي وقع بين سيدنا عقبة وقع نوع من الشنآن الشخصي، فسيدنا عقبة أراد أن يذل كسيلة أمام مواطنيه الذي كان عليه ملكا، فأمره بالذبح. هذه يلزم يعرفها الإخوان، لأن هذه هي المشكلة الأساسية بين كسيلة وعقبة. ونحن نعرف، الذين يدرسون التاريخ يعرفون أن أسوأ عمل يقوم به الإنسان عند البربر هو الذبح.
الحور البربري الحوري لا يذبح أبدا. هو سيدنا عقبة رحمه الله ألزم كسيلة عن الذبح والكسيلة رفض، ولكن لما أجبره نفذ ولكن مساك في لحيته. هكذا أبو المهاجر دينار كان مع موسى مع سيدنا عقبة، ولكن أبو المهاجر كان مربوط، كان أسير الوالي السابق كان أسير للوالي الجديد. نعم صحيح، كان فيه نوع من الخلاف السياسي. سياسي لا لا ترجع الموش إلى شخصين وإلى ما إلى الخلافة في 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 دمشق. أبو مهاجر دينار نبه عقبة قال له إياك منه، فإن البربر إذا شد لحيته نفذ، وذلك ما وقع. أيوة في الحادثة المعروفة. الآن سيدنا الكسيلة قضى قتل عقبة ومن معه، ولكن الذي ثبت تاريخيا وربما الأستاذ المؤرخ الكبير الدكتور طلع على هذا أن الكسيلة لم يرصد قتل، ولكن لما فتح لأنه رجع استرجع ملكه بعدما مات عقبة، هو استرجع ملكه لأنه أبو المهاجر أسير واسترجع ملكه وفتح قيروان وكون جيشه من قبيلة زناتة في جبال أوراس، وفتح من جديد قيروان ودخل قيروان، ولكن لم يقتل المسلمين في قيروان بالعكس، وما بقي معه إلى أن مات. الله ينور. هذه تقريبا هي المرحلة الثانية، ثم بعد ذلك نتكلم على المرحلة الثالثة وهي المهمة جدا حسن. وهي مرحلة حسان بن النعمان. حسان بن النعمان. حسان بن النعمان. اللي كان فيها نوع من الاحتواء لسكان شمال إفريقيا والمرونة إن صح التعبير والعلم، العلم بطبائع الناس والقدرة. في عهد حسان بن النعمان. في عهد حسان. ومعه ومقابله الكاهنة. أيوة دي هي. كل هذا الحقيقة فيه نوع من التفصيل التاريخي، ولكن فكريا حتى نضمن هذه المساحات سنحاول أن نقف عند لحظة تاريخية ولقاء نحن بسببه اليوم ننتمي إلى هذه الحضارة. أعرف أستاذنا الكبير محمد الهادي حارش يعني تحترم التخصص كثيرا وتحب وتود لو لم تدخل في هذه الثنائيات، ولكن على الأقل كباحث في التاريخ القديم وقف عند ملابسات، لأننا رانا تقريبا في الجسر ما بين التاريخ القديم والتاريخ الوسيط. هذه الأحداث كيف يمكن أن نقرأها اليوم في انضمام الجزائر لأن تكون جزءا من تاريخ المسلمين؟ في الحقيقة أن سماحة الدين الإسلامي في حد ذاته ربما هو الذي جذب السكان إلى هذا الدين، وإلا لا يمكن لأي كان أن يأتي إنسان قادب إلى منزله ويحاول اعتداء أو الدخول بالقوة ولا يرد الفعل. ولكن فعلا اللقاءات الأولى استنتجوا السكان أن الإسلام دين تسامح دين كذا دين كذا، الأمر اللي خلى فعلا فيما بعد الكثير منهم يدخلوا الإسلام، ومنهم من أسلم حتى على يد عثمان بن عفان من البرابرة، فيهم من أسلموا يعني في هذه الفترة في حدثة في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم على إسلام البربر. أيوة في يعني في حتى يعني هذه العملية. وطبعا بعد الإسلام لعبوا أيضا دورا كبيرا في إتمام فتوحات والوصول إلى الأندلس. عندنا طارق بن زياد هو من فتح الأندلس، وحتى في الفتوحات نحو إفريقيا. إذن يعني هذا الشيء ثابت تاريخيا أنهم ساهموا فيما بعد في عملية الاستمرار وفي عملية الفتوحات. الله يخليك، شكرا جزيلا أستاذنا أستاذ محمد حارش. دكتور عبد الرحمن، العلاقة أو اللقاء ما بين الجزائريين والإسلام، اللحظات الأولى لهذا اللقاء فيه الكثير من المماحكات، وهذا الطبيعي لا يمكن القبول بشكل من الأشكال بمن يفد إليك قبل معرفته بشكل عادي، ولكن هذا التزاوج نتج عنه بناء الدولة. بعدها لا يقل عن قرنين من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدولة الرستمية، بعدها الدولة الزيرية وإن كانت بإيديولوجيا
شيعية أنذاك تخلصت من الجزائر ثم قامت على أنقاض هذا البلد. يعني أننا عرفنا الحكم، عرفنا السيادة، وعرفنا السياسة، وما يدلل على أنها حركة استمرار ولم تكن قطيعة، بمعنى أنه في الأصل كان هناك بوادر لهذا الشيء واستمر في الزمن. كيف يمكن أن نقرأه اليوم على اعتبار أن هذه العلاقة أثمرت بناء الدولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. الحديث عن هذه المسألة يمكن النظر إليها ضمن مقاربة، مقاربة لحظة اللقاء. لحظة اللقاء في أي لقاء، سواء كان بين الأفراد أو المجتمعات أو الأفكار، العتبة الأولى للقاءات هي لحظات التعارف. لحظات التعارف التي يكتنفها نوع من المقاومة، نوع من الحذر، من التعرف أكثر، التقرب أكثر. ولعل من مزايا اللقاء مع وجود المناوشة التي تعتبر طبيعية، سواء كانت هذه المناوشة نفسية أم جسدية، تحتاج إلى وقت ولو وجيز من أجل معرفة النوايا والتحقق من صدقيتها أو عدم ذلك، مما يؤهل المتلقي لقراءة هذا صاحب اللقاء أو صاحب الدعوة أو الضيف إذا صح التعبير، معرفة أهدافه، مصادره، غاياته وما إلى ذلك. على هذا الأساس، بعد هذا التعارف الذي أسميه تعارفا، تعارف الابتدائي، تعارف الأولي الذي استغرق مدة غير يسيرة من الزمن لكنها في عمر المجتمعات تعتبر يسيرة، هذه المدة من التعارف جعلت من الجزائريين يدركون بأن المغزى الأساسي من اللقاء هو العودة إلى الذات، العودة إلى الفطرة، وهذا هو المطلوب، أو هذا ديدن الإسلام إذا صح التعبير، وهذا ديدن دين التوحيد. ويكفي فقط الإشارة إلى أن مؤشرات قبلية ساهمت في تيسير سبل اللقاء من أجل العودة إلى الذات، عبر انتشار مذهب الدوناتية في الشرق الجزائري انتشار، ومذهب التوحيد المسيحي بخلاف التثليث الذي كان متمركزا في المدن الكبرى وفي حاشية السلطان المحتل إذا صح التعبير بشكل أكبر. هذه المؤشرات، مؤشرات شيوع التوحيد الدوناتي في الشرق الجزائري الحالية بأكمله إلى حدود العاصمة الحالية، ساهم بقسط كبير في تيسير سبل بناء جسور العودة إلى الذات عبر رسالة التوحيد الذي جاء بها الفاتحون من الصحابة وأبنائهم ومن التابعين. فضلا عن ذلك، أن هذه الرسالة التي كانت تحمل في طياتها عبر هذا اللقاء تحمل هدفين رئيسيين الذي تجسد عبر العودة إلى الذات. الهدف الأساسي الأول هو طرد المحتل الظالم الغاشم، وهذا هدف مشترك بين الجميع، وإعادة الأرض وخيراتها إلى أصحابها، بل وإعادة السيادة إلى أهلها. صحيح. ومواطنيها بلغة العصر اليوم. هذا أمر. الأمر الثاني، جعل المتلقين أو المتعارفين أو الذين قصدوا باللقاء وهم الجزائريون من أجدادنا، جعلهم شركاء في الفكرة، شركاء في البناء، شركاء في توسعة هذه الفكرة. وقد تجلت هذه الشراكة عبر تسليم المشعل إلى هؤلاء، كما أشار أستاذنا قبل قليل، أغلب الفاتحين في الفترة التي تالتها هم من أبناء هذه المنطقة، من الذين أسلموا وحسن إسلامهم، وأغلب العلماء أيضا كانوا من أبناء هذه المنطقة أيضا، مما ساهم أو فتح الباب عبر عقلية مسؤولية الشراكة عبر هذا اللقاء بالعودة إلى الذات، بالعودة إلى الفطرة، إلى عمارة هذه الأرض، إلى عمارة هذا المكان، والعمل على استغلاله وفق الأهداف السامية للرسالة التي جاء بها الفاتحون. من هذا المنطلق نفهم تأسيس الإمارات والدويلات هنا في منطقة الغرب الإسلامي وفي الجزائر، الدولة الرسطومية والدولة الفاطمية وما غيرها وغيرها من الدول، وما تشكل هذه الدويلات إلا لما رأى هؤلاء أبناء هذا البلد المنتمون لهذا البلد نوع انحراف أو نوع ظلم
من قبل السلطة السياسية المركزية أو نوع عدم إيلاء أهمية واعتبار لخصوصية ثقافية موجودة. فحاول أبناء هذه المنطقة بتشربهم مبادئ الإسلام تنزيلهم وفق الخصوصية بطبيعة الحال دون إقصاء، ولكن باستيعابية أكثر لخصوصيات أهل هذه المنطقة. فكانت الدولة الرسطومية وغيرها من الدول الإسلامية التي شهدتها هذه المنطقة وساهمت مساهمة كبيرة في الحضارة الإنسانية، مما يحسب لها تشربا خاصا، فهما خاصا في نطاق الجزئيات بطبيعة الحال لرسالة التوحيد، مما جعل منهم يرومون أن يتصدروا مرتبة الشهادة على الناس، وأن لا تكون محتكرة لجيل أو لعرق دون عرق أو إثنية دون إثنية أخرى، بل هم شركاء جميعا في توطيد أهداف هذه الرسالة من أجل مكان عامر، من أجل حضارة عامرة، من أجل عمران متميز. شكرا دكتور عبد الرحمن. جمال، من كتب عنا بهذه الطريقة التي يتحدث عنها عبد الرحمن؟ يعني هل نجد من آثار المترجمين، هل تجد في قراءاتك هذا النمط من الكتابة؟ والله يا أستاذ أحمد، في الفترة هذه بالذات الإسلامية كتب المسلمون أو الجزائريون أو الذين ينتمون إلى هذه الأمة كتب الكثير، يعني تقريبا في المرحلة هذه ليست كالمرحلة التاريخ القديم. التاريخ القديم تفرد الغربيون بالكتابة عنه تقريبا تفرد تام، أما هذه المرحلة كتبنا عنها وكتب عنها أبناء أمتنا، لذلك تجدنا يعني في غنى في أغلب الأحيان عن الرجوع إلى تلك المصادر، بل هم الذين يرجعون إلى مصادرنا في أغلب الأحيان، يرجعون إلى ابن خلدون وإلى غيره. فقط فقط الكلام الذي قاله الأستاذ طيبي عن الدوناتية، يعني أؤكد عليه على الأقل في وجهة نظري أنا، وربما في وجهة نظر كثير من الذين تكلموا في هذا الموضوع، وأنا أنقله عنهم ليست يعني من عندي نفسي، أن توحيد الدوناتيين جعل منهم في التاريخ القديم يناصرون في البداية الوندار ضد الرومان. ثم بعد ذلك لما جاء المسلمون دخلوا إلى هذه الأرض، للملاحظة لم تكن أعدادهم بتلك الكثرة لما أتوا من أرض بعيدة، ولم يجدوا مقاومة كبيرة، بل وجدوا العون من السكان هذه المنطقة. وكذلك هذا الأمر بالذات هو الذي كذلك ساعد المسلمون في دخول الأندلس، لأن سكان الأندلس في الأغلب كانوا دوناتيين، كذلك كانوا موحدين. هذه نقطة. كذلك لما للمتفحص للنصوص التاريخية، لو أراد أن يجد يحصي الأسماء المعروفة في مقاومتها للفتح الإسلامي، سيجد ربما اسمين أو ربما ثلاثة فقط، أكسل كما قلت الأستاذ أحمد، وفي ظروف خاصة جدا كما شرح الأستاذ محمد صغير بالإعلام، وكاهنة، والكاهنة معروفة بعد ذلك كيف أوصت أبناءها بعد ذلك، حتى مقاومتهم لم تكن كمقاومة الشعوب الأخرى، حتى هؤلاء الذين كانوا شرسين، وكانت كالكاهنة مثلا كانت الحرب بينها وبينهم سجال، ولكن حتى طريقة مقاومتهم ونهايتها لم تكن كالنهايات الأخرى. والدور الذي لعبه سكان هذه المنطقة، بل تفردوا به في فتح الضفة الأخرى، كان مشهودا، حتى أن كثير من المؤرخين والدارسين يعتبر مثلا طارق بن زياد، ربما ليس هو فقط، ربما طارق بن زياد وطارق بن مالك وغيره كانوا هذه الأسماء التي وصلتنا، ولكن أكيد كان غيرهم. كان طارق بن زياد يعتبر في الذاكرة، في ذاكرة المسلمين عامة، يشبه بالصحابة، يعني من 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 تبجيلهم له، رغم المشاكل التي ربما وقعت في عصره، أو وقعت الخلافات السياسية التي أثرت على منطقتنا، كانت في المشرق وأثرت على منطقتنا. رغم كل ذلك لم تشهد المنطقة مقاومة تذكر، لم تشهد أي مقاومة تذكر. جميل، توضيح وجهة نظر.
عالي. أذكر فقط أستاذنا محمد الهادي حارش لك، نحن نتحدث تحت سقفكم طبعا، ولك أن تتدخل عندما ترى ذلك ملائما. عم محمد، ثمة الرغبة الحقيقة في أن نسارع الزمن في الحديث عن الموضوع الأساسي. الموضوع الأساسي هو عندما انتمينا إلى هذا الإسلام لم نرضى إلا أن نكون جزء من الحضارة الإنسانية، ودليل ذلك نحن كل نعم جزء وكل في الحضارة. نعم. بجاية أثبتت ذلك، تلمسان أثبتت ذلك، بونا أثبتت ذلك، حتى الجزائر العاصمة أثبتت ذلك. إلى أي مدى أضاف الإسلام إلى مدننا وأضافت مدننا للإسلام؟ ولنا بارك الله فيك، سؤال مهم جدا لأنه يتعلق بمسيرة مشاركة الأمازيغ في إثراء التراث الثقافي الفكري الإسلامي. لكن أود أن أعلق تعليقا بسيطا على الأخوين الدكتور عبد الرحمن والأستاذ جمال. والأستاذ جمال، الحقيقة المؤرخ أنا لا أحبذ هذا الرأي الدوناتي شخصيا، لأن حكاية الدوناتين الدكتور هو يعرفها في التاريخ القديم، الصراع بين الدوناتين وسانت أوغستان والكنيسة الرسمية معروفة، وحتى الذين اتهموا الكهنة باليهودية. والدكتور يعرف بس مش حاب يتحدث. لا 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 هذه لأن انتهينا من التاريخ القديم، ولكن هذا واقع. المسلم الجزائريون باتفاق كثير من المؤرخين لماذا تقبلوا الإسلام بسهولة؟ أولا كل الفاتحين السابقين يعتبرون السكان عبيد ويعتبرون الأرض أرضهم، يجردونهم من كل شيء. المسلمون لم يفعلوا ذلك، السكان تاعنا لابسوا هذا. كيف لم يفعلوا هؤلاء الفاتحون الجدد ما فعله السابقون؟ بل عاصروه حاشروه وأصبحوا إخوة. ولهذا أنا في كتابه العلماء زوا قلت أن الجزائريين لم يدخلوا الإسلام كبقية البلاد الإسلامية كفورس وغيرهم، لأنه دخل الإسلام قناعة من قلوبهم وصدقهم وإيمانهم بهذه العقيدة الجديدة. والجزائريين عامة يعشقون الحرية ولا يقبلون التفاوت ولا يقبلون السيادة من أي كان إذا لم يكن منهم ومعه. ولهذا تبنوا الإسلام، ومش تبنوا فقط، نشروه. لأنه نأخذ في الشرق العربي أو في الشرق الإسلامي، الفتوحات توقفت عند فتوحات الدولة الأموية، وكثير من الإخوة المؤرخين بكل ما ينتبهوش أن الفتوحات في الشرق الإسلامي توقفت عند فتوحات الحجاج ومحمد ومسلم بن قتيبة. يعني لم تزد ولو مترا واحدا، لكن فتوحات في المغرب الإسلامي في أفريقيا استمرت، توسعت جدا، وصلت إلى بحيرة تشاد، إلى نيجيريا، إلى السنغال، بواسطة هؤلاء السكان تاع أفريقيا الذي تبنوا الإسلام وجعلوه هم الإسلام. فليس فقط مسلمين، وأنهم مطلوب منهم أن ينشروا هذا الإسلام واتخذوا لغته لغتهم. صحيح. الآن احنا في 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 إيران ما زالت اللغة الفارسية اللي تمشي يا أخي، هذا هو في تركيا نفس الشيء حتى في عهد الخلافة العثمانية، لكن أجدادنا تنازلوا عن لغتهم وتبنوا لغة القرآن لغة لهم، وأصبحت اللغة الثقافية واللغة الفكرية واللغة العلمية هي اللغة العربية. لماذا؟ لأنها لغة القرآن، مش حبا في العربية لذاتها، وإنما هذه العربية التي جاء بها القرآن، ولهذا تبنيناها. وأول من ألف في اللغة العربية الألفية هو ابن معطي السواوي، ليس من المشرق، ليس شامي ولا سوري ولا مصري، زواوي من مقنع في تيزي وزو. أول من ألف ألفية في النحو العربي هو ابن معطي الزواوي، وأول من ألف الأجرمية في 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 النحو العربي هو الصنهاجي، أبو زكريا الصنهاجي من قرومة، من اسمه نحن الأجرمية معروفة. إذن ها أجدادنا رحبوا بهذا الإسلام لأنه لبلوا كل طلباتهم القلبية والذهنية والعقلية والفكرية فتبنوه.
ولهذا بنوا وأنشأوا الدول وأنشأوا مراكز. أنت كلمت لي على العلماء الدول، الدكتور تكلم عن الدولة الفاطمية، الدولة الرستومية. الدولة الرستومية لم تكن هي الدولة الأولى في الجزائر الدكتور، قبلها كانت الإمارة، الإمارة السوفارية في تلمسان في 140 هجرة. الخوارج خواج طبعا خوارج. يجب أن ننبه إلى شيء، وأنه الخوارج أو المختلف الطوائف الخارجية فرت من الشرق وحطت هنا. لماذا؟ لأنه احنا بعيدين عن الدولة المركزية، من الصعب على الدولة العباسية أن تتبع الخوارج من بغداد إلى الجزائر، ولهذا انتشروا هنا وأسسوا أول إمارة لهم في تلمسان في سنة 140 هجري. الإمارة إمارة أبو قرة النيفريني، في نفس الوقت الذي أنشئت فيها إمارة الأدارسة في فاس، في نفس الوقت. ثم في سنة 1160 نشأت الدولة الرستومية. والدولة الرستومية الحقيقة بشتوف، لأن هؤلاء سكاننا لم يكونوا ينظرون، لم يقرأوا حسابا لا للانتماء الوطني ولا للانتماء العائلي، للانتماء الديني فقط. صح. ولهذا عبد الرحمن بن رستم لم يكن في الجزائر، هو أول فارسي، ولكن كان قاضيا في القيروان، كان قاضيا للإباضية في القيروان، وقامت عليه ثورة في جنوب التونسي وفر إلى الجزائر وتبنوه الجزائر في أوراس. صحيح. ومكث عندهم مدة وقبلوا فكرته وتبنوا المذهب الإباضي، وانتقل إلى تيهرت وأسس دولة الرستوميين التي يعتبر الشيخ توفيق المداني أول دولة وآخر دولة ديمقراطية في العهد الإسلامي، لأنه كانت بفعل الدولة ديمقراطية مع الكلمة. بلغت أوجها مع الإمام أفلح، مع شخصين إمامين هي فيها ست أهمة. أيوة. أفلح وأبو اليقظان بلغت القبل، حتى من ناحية الصناعية وحتى من ناحية الثقافة. مثلا أنا أعطيكم مثال ربما الدكتور يهمه هذا، يهودي، حنا تكلمنا عن اليهودي يقبل الدكتور اسمه، اليهود منتشرين عندنا لأنه جايين من الأندلس. أول من ألف في المقارنة اللغوية بين اللغة الأمازيغية والعربية والعبرية يهودي من تيرت في الدولة الرستومية، والكتاب ما جاءنا موجود الآن في بريطانيا. يسمى الكتاب؟ ما بعدين نعطيك اسمه، ولكن هو كتاب خاص بالمقارنة بين اللغات الثلاث، العبرية والعربية والأمازيغية. قدرة عم محمد، قدرة هذه المدن، نعم، قدرة هذه المدن على استيعاب طبعا التنوع. سامح لي أذهب بهذا السؤال للدكتور عبد الرحمن، سامح لي أنا أكملك، مازال ما كملش. لأن محضر العقائد يحتاج إلى سؤال يعني. إذا انتقلنا بعد ذلك إلى بجاية، تذكرت بجاية. بجاية أستاذ أحمد هي خامس عواصم الثقافة الفكرية العربية في العالم الإسلامي كله. كله. قرطبة، بعد قرطبة جت غرناطة، لأنه قرطبة كما نعرفه ذهب بها الريح كما يقال. بجاية، القاهرة، دمشق، بعدها بغداد. إذا عرفنا هذه بجاية، إذا رجعنا فقط إلى كتاب عنوان الدراية أستاذ أحمد، نعم، الغبريني يعد 170 عالم في بجاية في القرن السابع الهجري، نعم، 170 عالم و73 مسجد، معناها 73 جامعة في بجاية، لأنه كل مسجد في بداية فهو جامعة، لأنه كل مسجد له شيوخه وعلماءه الذين يدرسون في جميع العلوم. كل جامع جامعة. كل جامع جامعة. وهذه الجاية بدأت في البداية، لأنه بدأت في القرن السادس. صحيح. لأنه المؤسس الأساسي لهذه المدرسة البجاية هو نصر الدين المشداني. فإذن
وغير في من هؤلاء العلماء الذين ذكرهم الغبريني فيهم 36 من الأندلس. أيوه. وفيهم 6 من تونس. وفيهم 6 من المغرب الأقصى. وفيهم 3 من أصبهان. تصور من أصبهان ويدرسونا في بجاية. والباقي من هنا من الجزائر من مختلف المدن الجزائر. هذه المدن الذي نشأت عنها هي مدن علمية فكرية عالمية. عالمية اسمها. عالمي عالمية صحيح. نعم. محمد ولهذا سمح لي علماؤنا اللي راحوا للشرق هم سألت في العلم مثل مشقل عربي صحيح. أنا أتذكر مع الإخوان قبيلة لما أتذكر أبو علي الزواوي الإمام الشاطبي كل الناس تعرف الإمام الشاطبي شيخه أبو علي ولكن من هو شيخه هو شيخه هو أبو علي الزواوي جزائري. لما أتذكر ابن كثير من لم يعرف ابن كثير نعم. المؤرخ والمفسر لكن من هو شيخه؟ جمال الدين الزواوي الذي كان قاضي للقضاة في دمشق 30 سنة. هذه هي المدرسة. تذكرتني قبيلة على رقية. رقية البجائية. رقية البجائية توفي في سنة 876 كانت لها منصة في الحرم المكي تجيز العلماء. ما واش تقري الطلبة يا دكتور؟ تجيز العلماء. وذكرها السخاوي في كتابه الضوء اللامع ويقول بالحرف وقد أجازتني السيد رقية بنت أبي محمد عبد القول البجائي بالحرم المكي يوم كذا وكذا. هذه هذا الإسلام الذي فعل علينا. ودائر تذكرك اللي اسمع المغيري وغيره المغيري صحيح سنأتي عليه تباعا لأنها لقاءات أثمرت فعلا عبر التاريخ. شكرا عبد محمد. دكتور عبد الرحمن أنا أعود إلى جزئية أتمنى ألا نتجاوزها لأن هذه الأرض استوعبت الفكرة الإباضية استوعبت الفكرة المالكية في الفقه استوعبت الفكرة الشيعية مع الدولة الفاطمية بدءا نعم. ثم العودة إلى الأصل الجزائري هذا الاستيعاب ما سره؟ والله في حقيقة الأمر بالعودة إلى مجريات التاريخ آنذاك نعم وإلى مخرجات اللقاء الأول إذا صح تعبير لقاء تعارف الأول لدخول الإسلام إلى هذه الأرض أن الهدف الأساسي هو تحرير العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد جميل. والالتزام برسالته ولعل الممارسة البشرية تكتنفها الأخطاء صحيح طبيعي قد تؤثر فيها الأهواء نعم. والنزوات والنزعات والانتماءات هذا ما يجعل إذا صح التعبير هذا وليعذرني المشاهد الكريم سكان الأطراف أكثر تأثرا يعني العاصمة المركزية بعيدة علينا بخمس آلاف كيلومتر عن, عن, عن الغرب الإسلامي أو أكثر يعني الأثر الكبير يكون على الأطراف لأنه بعض المرات القرارات والتوجهات تكون أكثر تطرفا أو أكثر إغالا أو ربما فيه نوع انحراف في على مستوى التنجيز على مستوى الإنجاز هذا الأمر يخلق أو يستحدث نوعا من المقاومة المبنية على الرجوع إلى الأصل إلى أصل الاتفاق إلى أصل العهد إلى أصل اللقاء المبني على الحرية المبني على المسؤولية المشتركة المبني على المصير المشترك نعم. والمبني أيضا على تقاسم المسؤوليات وتقاسم الغنائم الغرم والغنم صحيح. لما يحدث فيه نوع خلل على هذا المستوى على مستوى التدبير وعلى مستوى التنظير أيضا فيه لما يكون في إقصاء حتى على مستوى التنظير إقصاء لمجموعة من العلماء أو مجموعات العلماء مجموعة المفكرين ثم إقصاء على مستوى التدبير على مستوى تدبير الشأن السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي هنا تبرز المقاومة مقاومة العودة إلى الذات إلى أصل اللقاء إلى أصل العهد هذا اللي خلى مثلا كجماعة الرسوميين أو جماعة الفاطميين الذين يدندنون كما دندن الرسوميون على العودة إلى ما كان عليه العمرين أبو بكر وعمر الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين باعتبارهما مثالا ونموذجا راقيا للعدالة الاجتماعية ونموذجا راقيا لتمثل سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المقابل أيضا في الدولة الفاطمية يعني إبراز
مكانة آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رمزية آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المظلمات التي تعرض إليها آل بيت سيدنا رسول الله عليه وسلم، ومعروف عن أهل الغرب الإسلامي أو شمال إفريقيا منذ احتضانهم الإسلام، محبتهم الفائقة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبتهم الراقية لصحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبتهم العميقة المنسجمة لآل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من يخاطب عبر هذه البوابات يجد صدى، يجد للفكرة مناصرين. لما تحولت يعني كان فيه تحول من الفكرة إلى التدبير، من التنظير إلى التدبير، وهو ما شوهد على مستوى مثلا قيام الدولة الرسطومية. كان فيه نوع من الديمقراطية كما أشار أستاذنا قبل قليل أستاذ محمد صغير بالإعلام، ديمقراطية الأفكار. نعم. هي بطبيعة الحال بعد ممارسات مختلفة خلى فيه كفالة من السلطة السياسية للانتقال من عقلية الجماعة إلى عقلية الدولة يختلف. صحيح. تسير بنمط الجماعة غير تسير بنمط الدولة. صحيح. خلاه يعترف بهذا الآخر، الآخر هذا الذي ينتمي إلى محيط واحد على مستوى الممارسة العقدية السنية، على مستوى الممارسة العقدية الفقهية المالكية، يختلف عن اختيارات إخواننا الإباضية. هذا الجو الذي صنعته الدولة الرسطومية في استيعاب هؤلاء. صحيح. عبر حسن مرورهم من منطق الجماعة إلى منطق الدولة الذي يقفل حقوق وواجبات الجميع، مما يجعل من الحرية هما مركزيا. هذا الأمر الذي يسهم في الإبداع، الإبداع العلمي، الإبداع المعرفي، الإبداع الفني والعمراني في مختلف المجالات، وهو الذي أيضا سارت عليه الدولة الفاطمية لردح من الزمن. وكلما انحرف فئام من الناس أو فريق من الناس أو لون من الألوان إلا عادت سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة العمرين الراشدين رضي الله عنهما وأرضاهما وعن الصحابة أجمعين كراية تدعو إلى العودة إلى الأصل، أصل العهد المتفق عليه ابتداء، وهو التكريم الإنساني، الحرية الإنسانية، والمسؤولية المشتركة في الإنجاز وفي حمل فكرة رسالة التوحيد. الله يعطيك الصحة دكتور عبد الرحمن، شكرا جزيلا. أستاذ محمد الهادي حارش، بكل أمانة أنا أحببت أن تستمع قليلا قبل أن أسألك هذا السؤال، لكن التاريخ الوسيط في أفقنا الجزائري عالي المقام، لكنه قد يكون ضحية، فيما يتجسد ذلك؟ أولا المدرسة الفرنسية، المدرسة التاريخية الفرنسية في الواقع ركزت على فترتين، الفترة الإسلامية وفترة التاريخ القديم. فالفترتين بالنسبة للتاريخ القديم راح تركز على الفترة الرومانية وتتجاهل وتتنكر للتاريخ المحلي. في الفترة الإسلامية أيضا حاولت أن تشوه التاريخ الإسلامي، تشوه تاريخ المسلمين، وركزت على النقاط السلبية في التاريخ الإسلامي، على بعض الأخطاء، بعض كذا. فهذه المزايا. ولكن اللي حبيت نقول فيها أنا، كي تكلم سي الإعلام على علماء بجاية وتكلم على بجاية، نقول لكم حاجة ربما قد تكون غريبة. كلنا لا نعرف أن الأرقام التي نستخدمها اليوم، 1 2 3 هذا الـ 1 2 3، هذه الأرقام تم اختراعها في بجاية. هذه مليح. كيف تم اختراعها في بجاية؟ كان عندنا شيخ من كبار شيوخ في الرياضيات في بجاية، أستاذ في علم الحساب، اللي هو عمر البجائي. عمر البجائي كان عنده زميله وصديقه عبد الحق المشدالي، كان أستاذ في الهندسة. ففي هذه الفترة اللي هو القرن 12 تقريبا، قدم إلى بجاية ليوناردو فيبوناتشي. نعم. العالم الرياضيات أيضا كان درس في بيزا في إيطاليا، وباباه كان تاجر كبير. كي لقى الشيخ عمر
عبد الحق مشداري كعالمين في الرياضيات جابوا باش يدرس في بجاية. فعبد الحق المشداري اقترح على الحاج عمر على الشيخ عمر أرقام جديدة تتجاوز الأرقام الهندية المعروفة، لأن الأرقام إما الأرقام اللي نستخدمها الآن في المشرق هي أرقام هندية، وفي أوروبا كانوا يستخدموا الأرقام اللاتينية الرومانية اللاتينية. فهذا المشداري اقترح أرقام جديدة ترتكز على عدد الزوايا على عدد الزوايا، رقم واحد فيه زاوية واحدة، رقم اثنين فيه زاويتين، ثلاثة زوايا إلى آخره. فقام بعدة عمليات في هذا الإطار، وبعد تدرب على هذه الأرقام التي كانت تسمى أرقام الغبار. أيوة. أرقام الغبار. تم دعوة لتقدير نقدر نقول يعني مؤتمر دولي، تم دعوة مجموعة من علماء الرياضيات، كان فيها جون لول هذا أوروبي، كان فيها واحد اسمه كاربيجياني، كان فيها الحاج عمر، كان فيها هذا المشداري، كان كذا. تم عرض هذه الأرقام في اجتماع في سنة 1186، تم المصادقة على هذه الأرقام بالإجماع وأصبحت تسمى الأرقام العربية. الآن نوصلوا على سميت بالأرقام العربية. أيوة. طبعا بعد أن تم المصادقة على هذه الأرقام، طبعا ليوناردو فيبوناتشي راح إلى إيطاليا، الأخر راح إلى إسبانيا، الأخر راح فرنسا، نقلوا هذه الأرقام إلى أوروبا. ليوناردو فيبوناتشي اللي نقلها راح في سنة 1198، يعني في أواخر القرن الثاني عشر. فبدأت تنتشر هذه الأرقام في أوروبا، بدأت تستخدم عندنا، في كانت تستخدم احنا عندنا قبل الانتشار بتاعها في أوروبا. لماذا سميت بالأرقام العربية؟ الناس هذه الأرقام نجدها، أول ما نجدها عند الحصار. أيوة. الحصار، والحصار كتب مجموعة من الكتب يتحدث عن أرقام الغبار. لماذا؟ كان يخشى أن تضيع هذه الأرقام، كتب عليها الحصار وكتب عليها القلصادي. القلصادي عنده 7 أو 8 كتب في الرياضيات. فبقات هذه الأرقام سارت، يعني ما ضاعتش. والقلصادي في حد ذاته الحصار كان يؤكد على رسبي أرقام الغبار، رسبي أرقام الغبار حتى لا تضيع. صح. حتى لا تضيع. مع بداية الاستعمار الحديث اكتشفت هذه المخطوطات تاع القلصادي تاع الحصار تاع كذا، وهي مكتوبة باللغة العربية. صحيح. فأطلقوا عليها الأرقام العربية وهي مخترعة في بجاية. لماذا هذا الحديث؟ وهذا لا يعرفها إلا القليل من الجزائر. نزيد نقول لكم حاجة أخرى. لا بس. في القرن العاشر، القرن الحادي عشر، القرن الثاني عشر، الواحد اللي يقرأ في العلوم الإسلامية يجد مجموعة كبيرة جدا من علماء المغرب، من علمائنا نابغين في الرياضيات، في الرياضيات، في الفلك، في الفلك، في الطب، والفيزياء والكيمياء. يعني لو كان نشوف نقارن بين المشرق والمغرب نجد بلاد فارس مثلا، بلاد الأفغان، وبلاد السند، وتركيا كذا، تقريبا أهم الكتب في التاريخ، في الشريعة، في التفسير، وفي الحديث، وكل شيء هي موجودة في المشرق. من أكبر الكتب في الرياضيات، في الفلك كذا، نلقاها في منطقة المغرب العربي. علاش حبيت نقول هذا الكلام؟ هذا الكلام نقوله الآن عندنا أبنائنا الآن، أجيال، الأجيال تاعنا الآن يتهربوا من الرياضيات، يتهربوا من الكيمياء والفيزياء، يخافوها يعني كاسمه كعلوم، ولكن نجد أن الأجداد تاعنا كانوا نوابغ في هذه الفترة. في هذه الفترة، هذه الفترة يعود أيضا عندنا عباس بن فرناس. صحيح. من منطقة ضوحي خنشلة. أيوة. وهو من كبار العلماء في الفلك وفي الطب، وفي عندنا في هذه الفترة المجريطي يعني أيضا اللي هو معروف
خاصة في الفلك وحتى في الطب العضوي في الكيمياء. الزهراوي يعني عندنا مجموعة كبيرة من العلماء في الطب في الفلك في الرياضيات وهذه في هذه العلوم. الله يخليك. في هذه الفترة وإن كنت يعني أبعد فيها على التخصص تاعي، ولكن عندنا قراءات في هذا الموضوع يعني تبين باللي ساهمنا. يعني يكفينا فقط أن نتكلم عن هذه الأرقام التي أصبحت الآن أرقام عالمية. صحيح. اللي باش نشوفوا المساهمة تاع الأجداد تاعنا في التاريخ والتي البشرية. تقوم عليها التكنولوجيا الحديثة، الفيزياء الحديثة، كل ما يحدث في العالم قائم على هذه الأرقام التي كانت جزائرية المنشأ. نعم. بجائية المجرتي يقول له باللي اللي ما عرفش الرياضيات يعني كل العلوم الدقيقة بالذات يعني كما الطب كما الفيزياء كما الكيمياء يقول له باللي ما عرفش الرياضيات ما يقدرش يتمشى في هذه العلوم. جميل. إذن نحن في حاجة إلى الرياضيات والأجداد تاعنا خدموا في الرياضيات، ما على أبنائنا إلا مواصلة هذا الدرب. الله يخليك. شكرا جزيلا دكتورنا وأستاذنا الكبير محمد هادي حارش. نحن نريد أن ننبه من خلال اللقاء أبنائنا لقيمتنا في التاريخ وقيمة مدننا في التاريخ، تاريخ المسلمين في الجزائر المدينة والدولة. هذا مبعث النقاش الذي نطلقه الآن. خليني أعود للأستاذ محمد هادي حارش. دكتور محمد هادي، أنت التزمت التاريخ القديم لسنوات، ما الذي دفعك بكل صراحة للتاريخ الوسيط؟ معليش نقولها لأن اللقاء التاريخ الوسيط بكل أمانة. لا في الحقيقة أنا نخدم على التاريخ القديم. نعم. دائما. عادة. ولكن في الحقيقة اللي خلاني نمشي في هذا التاريخ الوسيط مرة في أنا ننشر في وسائل التواصل الاجتماعي، فيه واحد اكتب لي حاجة قصيرة قال لي والله أنت جاهل بالحضارة الإسلامية. أنت جاهل بالحضارة الإسلامية. أيوة. قال لي روح اقرأ المستشرقين واش كتبوا على الحضارة الإسلامية. قل لي أنا جدي مصينيسا ولكن انت كذا كذا، يعني يتهجم علي. انا الموضوع اللي كتبته ما كانش عنده علاقه بالحضاره الاسلاميه في الواقع، ولكن خذيت رايو. ايوه خذيت رايو، راح جبت بعض الكتب المستشرقين من بينها بروكلومان تاريخ الشعوب الاسلاميه، منها هنري زينكي هذيك الالمانيه، منها هنري دونكا هونكا الى اخره. جبت وقريتهم كامل. جميل جميل. قريتهم وهي موجودة عندي في الدار، ولكن كان يعني طلعها الغبار لأنها ما كنتش نستخدمها بزاف. يعني كنت أخدم. فكي قريت اكتشفت هذه الأشياء مساهمة الأجداد تاعنا في تاريخ الإسلامي ككل. ونعرفوا بلي في هذه الفترة للغة العربية والدين الإسلامي، اللغة العربية هي كانت لغة العلوم. صحيح. بفضل هؤلاء الناس. صحيح. بفضل المغاربة، بفضل الفارس الإيرانيين الآن، بفضل الأتراك، بفضل غيرهم يعني. فكانت هي اللي تشيع العالم ككل. إذن لقيت باللي العلماء تاعنا ساهموا مساهمة كبيرة جدا. الأستاذ تكلم على زواوي، معطي زواوي، كاين عندنا مجموعة كبيرة جدا. أنا قضيت الجماعة اللي فعلا تخدموا على العلوم، وجدت أنها مجموعة كبيرة جدا ساهمت مساهمة كبيرة جدا. وهذا الطب يعني تاع المجموعة تاع الزهراوي وتاع المجريتي تاع الجماعة، كان واحد تونسي ارتد عن الإسلام اسمه قسطنطين، ارتد عن الإسلام، هو الذي نقل كتب الطب إلى إيطاليا، ترجمة اللاتينية. كان عندنا كتب، كان واحد اسمه ابن تيبون يهودي، كتب الرياضيات ترجمة العبرية، ترجمت في القرن الثاني عشر العبرية. كتب الرياضيات عن هنا عندنا ابن البناء عنده نظرية في الحساب، حاجة كبيرة. إذن لقيت مجموعة كبيرة من العلماء اللي فعلا يحتاجوا إلى إلا من ينكبوا على دراستهم. لا شك أن الزملاء في تخصصات التاريخ الإسلامي يدرسوا هذه الأشياء ونكتشفوا أشياء كثيرة. فاللغة العربية اللي كانت لغة عين بفضل هؤلاء كلهم، والإسلام كان اللي كان إسلام يشيع للعالم كامل. صح. الآن أصبحنا الآن
يتهمونا بالشعوذة، يتهمونا بالمشاعر، بالخرافات، بالتخلف، وهو الحقيقة ما لا يليق بنا أستاذنا محمد حارش. ربي يحفظك، لأن بالفعل وأنا شكرا لك لأني أردت إيراد هذه القصة، لأنه هذا تواضع عالم في الحقيقة، تعليق بسيط دفع به لإعادة قراءة تاريخنا لأجلنا، وشكرا لأنك بيننا لأجل المنافحة عن التاريخ. عمي محمد، أعود لك لمسألة مرتبطة بالمدينة والدولة. بعض اللقاءات الكبيرة في تاريخنا انبثق عنها إنجاز عظيم حدث، أنه عبد المؤمن بن علي مؤسس الدولة الموحدية ورأسها التقى بن تمرت هنا في بجاية، وبها انبثق العمل الحضاري. حدث أنه يعني شوية بجائع على شوية عاصمي على شوية تلمساني، اللي هو محمد بن عبد الكريم المغيلي، دار لقاء مع الحقيقة ملوك الإمارات أنذاك في إفريقيا، وأثمرت هذه اللقاءات تمدد وتوسع الإسلام في عموم إفريقيا. عندما يلتقي الجزائريون بغيرهم يرتقون؟ شوف، الجزائريون دائما يعني من شيمينا، ربما من خصوصيتنا أن نحب أن نظهر عند غيرنا. يعني أنا تعرف أنت مليح ولا مش مليح، ولكن حبنا نعرف الجار يعرفني. ولهذا علماؤنا علاش كانوا يهاجروا كثير؟ لو تجي لعلماء الزواوة، أنا الحقيقة لما كتبت كتابي هذا علماء الزواوة، لما كنا نكتب عن علماء الزواوة كنت أريد أن أكتب على علماء الجزائر لسبب بسيط، لأنه جبهت. وأنا عندما كنت أدرس في دمشق والدكتور درس في دمشق، تناقشت مع أستاذي الدكتور شكري فيصل. لماذا؟ لأنه قدمت لنا قائمة المراجع والكتب المقررة، لم أجد فيها إلا اسم المغاربي واحد فقط، وهو ابن رشيخ. ابن رشيخ المسيلي التواسع يقول له رشيخ القيروان، هو ليس قيرواني ولا حاجة ولا علاقة له بالقيروان إطلاق، هو المسيلي، ابن رشيخ المسيلي. فأنا سألت أستاذي هذا الدكتور شكري فيصل رحمه الله، قلت يا أستاذ، هل الأمة المغاربية عقيمة لا تليت؟ لأنه مش ما جزائرية، المغاربية، لأن المغرب كل المأجد ليس من واحدة. قال لي لا، قال لي تراثكم ينام في المكاتب، في دار الكتب المصرية في مصر، أو في المكتبة الظاهرية في دمشق، أو في المكتبة الأزهرية في القاهرة إلى آخره. عليكم أن تبحثوا عن تراثكم. حقيقة أنا هذه بقت ترن في أذني حتى أحلت للتقاعد، وأردت أن أعود القهقرة كما يقال بالعربية، فقررت أن أكتب عن التراث الجزائري، عن العلماء الجزائريين. لكن لما فتحت كتب الأمهات تراجع في المشرقية، طبعا نحن ليس عندنا، لأننا نيل الابتهاج التنبكتي وعنوان الدير لا ليس عندنا، حتى وفية ابن قرفة القسطنطينية ليس فيها شيء، ولدا ومتى ما فيهاش يعني التفاصيل. لكن ما الكتب المشرقية عظيمة جدا، فبهدت من كثرة الأسماء الزواوية والجزائرية. أنا حصيت فقط الكتاب الضوء اللامع ذكر 70 اسم زواوي و50 اسم جزائري و20 اسم بجاي. يعني في كتاب واحد. فإذا علماؤنا كبار وإنتاجنا كثير جدا، ولكن لا نعرفه. الآن قضية اللقاءات في دقيقة عبد محمد، هذا الذي اللقاءات التي وقعت كما ذكرت أنت، دائما نحن دائما كما قلت نحن حبون ظهره، فنحبون نبرزه في الخارج. أيوة. ليس عندنا. اللقاء ابن تومرت ب عبد المؤمن بن عبد المؤمن بن علي بين قوسين قبل أن نستمر، بورقيبة رحمه الله يعتبر عبد المؤمن بن علي المثل الأعلى لما يسمى بالمغرب العربي، الدولة المغاربية، المغرب العربي. لأنه أول من وحد المغرب العربي بالصغر عليه هو عبد المؤمن بن علي. عبد المؤمن بن علي شاب متجه إلى المشرق، والمهدي بن تومرت شيخ رجع من المشرق، التقيا في جامعة من لالا تتعرفها على حوالي 6 كيلومتر من مدينة بجاية، قبل بجاية. داو تناقشوا في جلسة، الشيخ أعجب
بالشاب. أيوة. فقال له إلى أين تذهب؟ قال ذاهب إلى المشرق. وفي ذلك الوقت وقت الغزالي، وقت كتاب إحياء علوم الدين. قالوا لماذا؟ قالوا أردت كذا وكذا. قال الذي تبحث عن المشيخ موجود عندي، أرجع معايا. وأرجع معه وذهب إلى الأطلس الأعلى وأنشأ معا الخلافة الموحدية. خليني يا محمد نقول لك بأن إنشاء أيضا لهذه العلاقات الإفريقية وامتدادها عبر المغيلي سنفرد له إن شاء الله حصصا المغيلي لما سنتحدث عنه وعن لقاءاته. أنا أشكرك لأن الوقت انتهى في هذه في هذا اللقاء. أستاذنا الكاتب والباحث في التاريخ محمد صغير بالعلم، شكرا جزيلا لك. ربنا بارك الله فيك أنت، أتحتنا هذه الفرصة للاتصال بمواطنينا في الجزائر إن شاء الله. الله يبارك فيك. نرجو أن يستفيد بما قاله الدكاترة إن شاء الله. أستاذنا شكرا جزيلا، أستاذنا الكبير أستاذ التاريخ القديم أستاذ محمد الهادي حارش، شكرا لمشاركتك هذا البرنامج وشكرا على ما تفضلت به. الباحث والمترجم أستاذ جمال رشدي، شكرا جزيلا على إضافاتك أستاذ جمال. شكرا أستاذ أحمد. الله يخليك، ربي يبارك فيك. شكرا موصول لأستاذنا الدكتور عبد الرحمن طيبي أستاذ العقائد والأديان، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لفريق العمل إسما. إلى اللقاء بإذن الله في اللقاء. السلام عليكم.